هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بوضع المساحيق الصناعية والأصباغ على وجهها من أحمر وأخضر وغيره مما تصنعه الكفار وغيرهم؟ وإذا جاز ذلك للزوج فهل يجوز أن تصنع ذلك عند صلاتها من باب التزيين قبل الدخول في الصلاة؟ لها أن تتزين لزوجها بما أباح الله من الملابس والفحل وما تصنع به وجهها من أشياء مساحيق تحصل لها نور في الوجه، ولكن بشرط لا يكون فيها ضرر. أما إذا كانت المساحيق والمكياج اللي يقولون يضر ويترتب عليه رقعا في الوجه وسواد في الوجه وآثار شنيعة فلا يجوز. أما إذا كان يزول بالماء ويزول بالماء ولا يضر فلا بأس. لكن يقولنا بعض المختصين يقولنا بعض العالمين أن قد يوجد المساحيق هذه أشياء تضر الوجه وتكسبه رقعا سوداء وخللا، هذه الذي تكسبه شرا لا يجوز استعمالها. اما اذا كان مثل الصابون مثل السدر ومثل اشياء التي تنوب او ساخن ولكن ليست عاقبه سيئه هذه لا باس.